كذا سولف طلب من الدولة رئيس الوزراء المحترم نعم محمد الشياع السوداني نعم عندنا الثروة الحيوانية هسه مهدورة العلف غالي نعم العلف صعد من 400 طن 300 إلى 450 يوصل لل 500 وبعد مطر ماكو يوصل ل 600 700 الشعير بيش هسه الشعير غالي يعني بيش قد سعره بال 700 800 اها اي هسه بعدنا لا مطر ولا شيء احنا نريد من عنده هو رئيس وزراء يرعى الثروه الحيوانيه يدعمنا بعلف طالع عين ابو احمد بمناسبه حضورك اليوم عيوني خلينا نشوف ابو عبد الله ايش جايب لنا الله يعجبه ايه هذه ثلاثه انت قصاب ايش قد تقدر هسه هذا اول واحد كوزن هذا ابو احمد اي يطلع ب 300 كيلو ابو عبد الله ريت توقف يمه الناس يقول لك ما نعرف ايش اسمه الا من خلال الزوج 500 يطلع ها 500 احتمال الزوج اي الزوج كلحم صافي اي لحم صافي لا عبالي حي تقول لا 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 يعني قائم قصدك حي يبيعون واحد الحي خابط يعني خابط احنا هنا طريقه البيع هي قوترة مشاهدينا احنا نلجأ لاهل الخبره دائما ان شاء الله السؤال الله يبارك لي ابو محمد هنا هسه احنا بساحه ابقار الجني هاي ابقار الجني او تسمونها انتم ابقار الحليب نعم ابقار الحليب زين تنقسم الى لو قسمناها الى ثلاث اقسام نعم تنقسم ثلاث اقسام القسم الاول انتم تسمونه الكسر نعم يعني هاي اللي قوه شايله نفسها نعم بالها يجوز ايه لتر لترين يلا معيشه بنها هاي حتى بنها هم مقرقر اي معيشه بس بنها اي واهلها هم عايفينها على الحلفه عايفينها على الحلفه وعلى الاسراحه اي وعلى الاسراحه نعم كل شيء ما تحصل لا والله كل شيء ما تحصل مرات هم مو ذنبها لا مو ذنبها اي ذنب المربي اي بالضبط ذنب المربي صحيح بس لا ماكو ابو احمد صحيح اريد الاسعار الوسطانيه انتم تسمونها منيحه بيت نعم تحلب لها 5-6 لترات نعم زين اسعارهن والفاخره لا 17 20 الفاخر ذاك درجه ولا هو الفاخر فاخر بعد لاوي ابو حسين شلونك علي شلون صار ثمان يوم وكان بالله على راسي هذني هسه شلون تعامل عليهن الوحده بيش لو كل وحده سعر كل وحده سعر زين نبدا باول وحده هن كلهن شول مو كلهن شول يستخدم للتسمين لما التقي بالاعلامي الكبير الاصاب ماجد الطلاحي واليوم معنا الاصاب ماجد الطلاحي وعيش المطرحه على راسي مشاهدينا الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير اليوم هو الاثنين 28 من شهر اكتوبر تشرين الاول 2024 ومن بعقوبه مركز محافظه ديالى نقدم لكم بورصه الاسعار لهذا اليوم تعالوا يانا في جوله عن السوق طبعا المقطعين حتى يشاهد المشاهد الابقار وحد الابقار والعجول والشول وغيرها وحد والاغنام والماعز وحد فاذا شفتوا مقطع ترى يتبعه مقطع ثاني تحياتي لكل واحد يتابعنا يا ريت على قدر المتابعه اضغطوا لنا لايك حتى يوصل المقطع للجميع ونتشرف بكم جميعا ويا ريت اللي ما منضم ينضم المجتمع قناتنا يشترك فيها وكلكم على الراس وشكرا لمصورنا العزيز لا لا الاستاذ حبيبي على راسي عين ابو امير عين ابو احمد الف هلا حبيبي هذا الاثنين عشر تقريبا شهرين فوق الشهرين عليهم عشر شهرين اي عملتهم ب 1.600 مليون و600 ازياء جايبات بطن بطن العمله وفيها مواصفات قرين الوان نعم مليون و600 اثنين وبين مجال هاي اللي مية حاطة ومن فحل درجة أولى نعم. عملتها مليون وربع زين وبيها مجال عنز عملاقة نعم هاي ب 900 وبيها مجال أكثر من شهرين عليها 900 هاي وبيها مجال هاي الدور هاي عملتها مليون ومية نعم هم عليها عشار أكثر من شهرين تقريبا شهرين مليون ومية هاي؟ اي وبيها مجال نعم هذا فحل عملته ب 750 وبيه مجال 750 عشر اشهر شرطة الفحولية نعم 750 وبيه مجال هذا الفحل هاي عملتها ب 700 وبيها مجال هم عليها فوق الشهرين نعم هاي الحمراء البيدي عملتها ب 650 وبيها مجال ازدعى جايبة بطن هاي عملتها ب 900 وبيها مجال كلها اسعار مو نهائية مو نهائية اي
ممنون. أنا الممنون. عين منير عيني. عين أبو أحمد. نريد نسألك سؤال. إيه. حتى هم يعني المشاهد يعني يصير عنده فكرة. بالخدمة بالخدمة. الله يبارك. الله يعزك. إيش عجب الناس تحولت يعني الأغلبية إيه؟ مو أقول كلها الأغلبية تحولت من الشامي والسوري قبل كان العراقي. إيه؟ ثم الشامي والسوري تحولت للأفغاني. إيه؟ إيه؟ هذا العالم جنة الأفغاني شيء نجح. ومديل عليه نجح ايوه بدل ما يبيع ابن الشاميه مثلا 200 175 يبيع ابن هاي ب 400 ب 500 وهي هاي تاكل وهاي تاكل نفس الاكل ايوه يحسب حساب يعني مثلا اذا الله رزق من توم 800 750 باع بنات الشاميه ذا توم ب 400 الف جو ال 400 يجوز نعم فهذا هم حساب بالنسبه للجنه اي ايوه زين تلحق الفائده تلحق الفائده أيوه. صحيح زين عندنا سؤال اخر أيوه. قابلية الأفغاني على التوأمة أي. قابلية عالية والله هواي هواي يعني هسه نادر إجذاعها يعني تولد إفرادي إذا أول بطن يعني الأغلبية بالعادي بالشامي تولد واحد هذا سبحان الله أغلبيته يعتبر أصيل هم يتبع يعني قابلية يعني. على التوأمة أعلى أي هواي هواي توأم ثلاثات يعني هواي أنا شفت بيها حتى أربعة هم ينكفي أيه أكثر أيه. ممنون لك أنا الممنون على رأس الله يعزيك اثنين هم ذني عشر وعملت هنش قد؟ عملت هن تسعة 900 اندفع بيهم شيء؟ يعني شقد اندفع بيهم؟ شو؟ شقد وصلن؟ اي وصلن شيء؟ وصلن شقد شقد؟ وصلن ما نجربه اها يعني سمين هذا مالك صابة لو رباط؟ ها؟ رباط لو صابة؟ صابة ويرهم هم رباط اي رهمان اي 600 عامل عليهن؟ اي 600 زين اي طلي وصل العملة مالته الزوج 750 بيهن فطايم مو؟ اي فطايم نص بنص؟ اي 4 باثنين اه 4 باثنين 4 فطايم العفو 2 فطايم مو؟ لا 2 2 كورة 2 في حلة و 4 فطايم طليان رباط او طليان نذاري هذا نص بطايم ونص نص بطايم ونص كوره حلو 550 الف العمله جعفر صباح الخير صباح النور شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله جايب لنا جعفر جايب لكم طليان قريشيات خط طول قريشيات وخط طول زين بيش هذني مليون ومية وبيه المجال مليون ومية وبيه المجال زين الله يسلمك سمع 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 بيش هاي ام التوم عيني هاي وراها توم نثية وفحل نثية وفحل وراها العملة عليها 900 مو؟ شقد ندفع بيها؟ 6 ونص 7 650 إلى 700 وصلت شنو وضعها؟ على أساس عليها أعشار بس ما أقدر أنطيها أي إحنا أنت تبيع فارغة أي أبيع فارغة عملتها 650 لا والله توني طبيعي خير إن شاء الله أي والله خير كلك جميل عيني عيوني ألف ألف الله يبارك فيك سر عيني أي. بوجودك وجود عمامنا البيات والإخوان كل على الرأس يا هلا بيهم الله يحفظك اليوم وردنا لغز لغز وردنا أي. من الفلوجة من الفلوجة أي. أي. من أخونا أبو ليث الزبيدي حياك الله وحيا الله أبو ليث الزبيدي أي تحياتنا إلى وللفلوجة ولكل متابعينا من كل مكان البارحة خبرني هو أي يقول اللغز أي اللغز يقول أب أب أي أي عنده 17 بعير أي قبل ما يتوفى وزع ال 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 الملك مالته هي اللي 17 بعير وزعهن على ولده أي عنده 3 ولد أي بالكم وياي اي الاول قال له انت تاخذ نص نص والثاني ثلث الثاني ثلث والثالث تسع تسع يعني واحد من تسعة واحد من تسعة بس شرط انه ماكو بعير ينذبح وينجسم ولا بعير يتقيم
يتوزعن بالتساوي. بالضبط. نص الكبير نص والوسط ثلث والاخير تسع. هم ثلاثة؟ هم ثلاثة. كم بعير؟ 17. اي اي هاي هي محلولة. شلون؟ يعني واحد خذ 10. اي 10؟ اي واحد هذا ابو النص اخذ 10؟ اي ابو النص خذ 10. ايش قد ظل من ال 17؟ ابو الثلث خذ 6 وواحد خذ 4. اسمح لي من رخصتك، نص ال 17 هي 10؟ لا 8.5. هاي صار بيها نص. احنا نريد ماكو تجسيم. تحيه خاصه للاستاذ ماجد. هلا هلا بابو اللول. زين عليكم. ايه خلنا نقعد نقسمها. شلون نقسمها؟ غير واحد ياخذ واحد. ها الواحد ياخذ واحد. الواحد ياخذ واحد. 16. واخونا علاء يقول دائما انا احل اللغز مال الغاز ابو ياسر وما تجاوبوني. الواحد ياخذ واحد. شنو الواحد ياخذ واحد؟ مو 17. ايه واحد ياخذ واحد. ايه الثاني ابو النص. ايه ياخذ نص. نقسمهن يصير قد 10. 16. 16 لا 17. 10 واحد ياخذ 6. واحد ياخذ 10 واحد ياخذ 6. شنو واحد ياخذ 10 واحد؟ مو ثلث يصير. يعني ابو التسع ايش قد انطيته؟ ابو التسع ايش قد انطيته؟ واحد. شلون واحد؟ مو تسعها واحد. ابو احمد عيني، احنا كل شيء عرفناه من ذاك اليوم لليوم الا بتقسيم البعر ما نعرف. خير. صباح النور. مية هلا مرحبا. حياك الله ابو احمد. مية الله يعزك ويحفظك. شلون صحتك؟ شلون العمله على ذني؟ والله العمله بسبعه ونص. 750 عملتها. خير ان شاء الله. هذا المربوطات سبع اشهر. سبع اشهر رباط. وقف يمك حيدر. نعم فطايم كلهن. فطايم ايه يعني اناث. شلون عملتهن؟ عملتهن 1.3 مليون. ثلاثتهن؟ ثلاثتهن. ثلاثتهن مليون و300. هذا كله سوق الغنم، الماعز والأغنام. طليان خشنة، طليان كنعان، ناحية كنعان مالات أخونا عمر الخسرجي. على راسي. شلون عملت عمر؟ 1.1 مليون. مليون ومية. مصلات 900. مصلات 900. عين ابو عمر. التوفيق ان شاء الله. عيوني. على راسي. احمد الزهيري شلونك؟ عين احمد الله يسلمك. عيون استاذ. 3.5 حج ماجد. دفعتوا له 3.5؟ والله 3.5. احمد ايش قد يعامل؟ عامل 4.5 وبي مجال. في مجال. في مجال. توصلوا شوي شوي. بعيده الحكايه الفرق بيناتنا. انت انزل. هو هو عم هاي الخاطر استاذ ماجد هم 25 ب 425. ابي يلا هاي مشى. أخونا أبو ياسر الدهلقي محتاج على السيارة، وهذا طلي جلولا خوش طلي. ماكو بيع ماكو بيع. العملة إيش قد؟ والله طلبنا 8. 800. إيه. طلبنا 700. 700. خير إن شاء الله. مو هاي 700. مو هاي معود. ايش قد جايين؟ دون 570. 570 جاي يدفعون بهن ذمه. لا والله هاي هذن مال رباط. مال رباط. طليان خشنه كلها في حله. كلها في حله. مليون و300 هاي عملتها. انا خيا ابو طيبه ذن خلينا والله.
صباح الخير، شلونكم عيني؟ طليان ما شاء الله خشنة خير من الله. مال يادير هاي؟ مال العظيم. العظيم ما شاء الله، شلون عملتها؟ والله جايين نطولنا بيها مليون. جايين ندفع بيها مليون. مليون ومية يبيع. ها؟ مليون ومية يبيع. الله كريم، إن شاء الله يوصل للهدف. شلون هالعظيم؟ والله الحمد لله بخير. موفقين، سلامي لأهل العظيم. الله يسلمك. سلامك. سلام. وأخونا الديو من زهيرات. حياك. الله يحفظك. هذني. هذني مليون صارن وعشرة آلاف. موفقين. طليع عراقي. أي. طليع العظيم. فول. احنا هسه صورناه قبل البيع، بس هسه بعد البيع رسى ان شاء الله عديو. عديو قصات مليون وعشرة. خاطر يانا العظيم. تحياتي إلى وللزهيرات. وخلي ياكلونه بالعافية. ما اريد انقص فيه بعد. الله يحييك. طليان خشنا ما شاء الله. يلا وينه ذني عندي بالسياره. يلا هسه عملتهن مليون وربع ذني، بس بعد ما مصلات شيء. خشن طلي خشن ما شاء الله فول. هذني ايضا اشتراهن الديو مبيعات بمليون. طلي فاخر ما شاء الله. طلي العظيم هذا. ايضا طلي العظيم. خير من الله. لا نعمة. رباط ابو مروان هذا. الله على ابو مروان. هذني الطليان بالقفص هذني 700. الزوج 700 باعن اشتراهن. هذني عملتهن 900,000 العملة. ندفع بيهن شيء؟ وصلن شيء؟ هن مصلات 9؟ يعني مو عملتهن 9؟ مصلات 900. اخوان من الخالص من منطقة العامرية. اي والله. تبيعون تشترون؟ والله نشتري. خير ان شاء الله. اي والله. يلا ان شاء الله. موفقين. وزريع صايرة. يلا موفق كل التوفيق. اي والله سلمك. عين. الستة نعامل عليها. هاي القرحة. اي. عليها اعشار؟ شهرين. شهرين اعشارها. معجة خشنة. ايش قد ندفع بها؟ عملتك 600 بس ندفع بها ايش قد؟ والله ايش كان 400 350 350 فصاعدة. خير ان شاء الله. ايه. هذا حلال الجني. يوسف محمد السامرائي جايب لنا هاي نعجة. ايش قد عليها اعشار؟ اعشار 3 اشهر. 3 اشهر. ايش قد تعامل عليها؟ ماونس. جت ماونس من 150. مو هواي هي نعجة. شنو هايشة؟ ها؟ قريشية تضريب هاي. ندفع بيها شيء؟ دفعوا لك شقد؟ والله دفعوا لك 600. 600؟ 600 هواي عليها هاي هي. عينك قدوري. شلونك؟ الله يسلمك. شو جايب لنا اليوم؟ شو اليوم؟ عايف الهوش؟ فحال خير من الله. شو يجي قدامنا احنا نشتري؟ خير ان شاء الله. هذا ايش قد عمره؟ مصف باقي شيره بي. باقي بي شيره. زين. يعني اسنان لبنيه يقصد. ايش قد عملتك؟ عامل 8.5. يعامل عليه 850 خشن وتبريد هو. شرط الاقراء. كل شيء. صدده هيك حتى ان شاء الله. ايه. تنطي على كل الشروط. على كل الشروط. ندفع بيه شيء؟ وصل شيء؟ وصل 7.25. 675 موصل. هذا هنا
طق، انا محمد منديل الى طق. محمد منديل الى طق. ايش هي الفائده من الفلوس؟ كلها عشار. لا توشا قوسيه مربوطه. شوف مر. اي العملة فيها مجال للعملة 1,600,000 وبيها مجال الزوج 200 300 هيجي 1,600. ايش قد عددها الكلي؟ 14. ليش هاي جناحتك عين؟ هاي ب 110 عملة ب 110. توصل 85. أقول لك هي شو عبالك تريد تنطلق؟ اي بس ها على المنصة. ايش قد جاي توصل؟ جاي توصل 85. 85 يعني انت بال 85 تدفعها مو؟ لا والله ما اه خير ان شاء الله. 87 اه 95 احكي لي. والله ذا مالات رباط ابو مالات ايش؟ مالات رباط. ايه يجين بالرباط؟ يجين ليش ما يجين؟ زين شعير وتمر ليش ما يجيبين؟ شعير وتمر. اي والله. ايه شلون تعامل عليهم ذن ثلاثتهم؟ والله هاي مال ولد هاي واحد. ايه بس هذن اللي بحلتني هذه؟ ايه زين هذن اثنين اللي بحلتني جان عامل هاي بيش اول مرة هاي واحدة نفردة ليش تعامل عليه؟ 110 110 زين. وهذا اني وهذا جان عامل بالثلاثة 300 وصل 260 السوق ترام. اي وصل 260 زين. اي في حلة. الفحل يفرق بالسعر؟ طبعا يفرق. اذا نفس الوزن نفس الكذا نثي عن الفحل نفس الشيء يفرق. ايش قد الفرق؟ مرقوب 10 10 20 10,000 زين. 10 ما انت من بغداد لو منا؟ لا منا من جاز. منين؟ منا من شهربة. على راسي. شو تعامل عليه هذا؟ 450 هسه ردت على 400. على 400. هسه 400. ليش يعني شوية دفت جو؟ من تحمل حجارة. اي ما بسوق ماكو. من تحمل حجارة يقف السوق زين. يلا موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. عين. عامل 150 فحل. ايش قد وصل؟ 90 95 ايش قد؟ 30 130 قول 130 مدفوع زين. عيني هذني هذني 6 الزود موجود. اي ده يوصل الزوج 4.5 450 الزوج سمان ذني مو معلوفات معلوفات. اي بس مو تارسا. لا مو تارسا يعني ممكن واحد ياخذني يكمل رباط انعاد يسلم بعد تمام. نعم خير ان شاء الله. هاي نزاد مال موفقين. عاود ماشين اخذك بلاسات بعيد سالفتها ماشين للسيد ينطيني باثنين 4.5 وده ينطيني بها شل 4.5. اها يلا خير ان شاء الله. اتفقوا بينا هذا شنو نفحله نثايه؟ لا بحله حل. نعم ايش قد جاي يدفع لك الولد بيحن له؟ والله الولد جاي يدفع 340 جازياته. والله جازياته واصلات 4.25 اذا مخلصات اسمح. لا ما مخلصات. ما مخلصات خير ان شاء الله. عين انت والله اذا دخلنا 350 مين هم؟ 350 مشترين. خير ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. الله يسلمك عيون شلونك عمرك؟ سلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ الله يسلمك استاذ ماجد. احكي لي على هذا النيش. صخر واحد. اي تضريب. نعم. اي كوجرية شلونهم؟ الله يسلمك ويعزك. بيش تعامل؟ عامل عليه 200 وبي مجال. 200 وبي مجال. وبي مجال. ايه. اندفع بي شيء وصل شيء؟ اندفع بي 150. مدفوع بي هذا. عين ابو احمد عيوني. عين حجينا عيوني صبحك الله بالخير يا هلا هلا صباح المباركة عليكم وعلى امه محمد يا ابي تدري لو كل الاصوات الله يسلمك قلبي الله يسلمك ما احتاج حتى الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر ما احتاج الحمد لله والشكر موفق الله يسلمك قلبي شي لي حجينا هذا ثلاثه فطوره ثلاثه تنفحله تفحل اي زين نعامل عليهن بسته ونص وبيها مجال ثلاثتهن سته ونص وبيهن مجال خير ان شاء الله اي يدفعون لي 30 40 430
440. خير ان شاء الله، كل التوفيق. هلا عيون ابو شهاب احمد جايب لنا ذني. اي ذني مال حسين حمود مال ابو علي. خير ان شاء الله. شلون تعامل عليه انت؟ ذني مواصلات 3.5، عم يعني 4.5. 4.5 العمله. ايه. مواصلات 350,000. نعم. خير ان شاء الله. هذا كله سوق الماعز. ليش هذا من الاثنين عيني؟ 150 عملة دفع بيهن شيء؟ 500 مصلات. خوش حلو. هذا حمداني تضريب على حمداني، وذاك تضريب على أفغاني. سجادة الذهب. ايش جايب لنا سجاد عمري؟ صخور. صخور. صخور شنهن؟ عصايل شنهن؟ والله ورب أفغاني. تضريب تضريب هذا. ايه. اي زين. شلون تعامل شوام انت تقريبا ذني؟ والله 4.5 5 عامل. العمله 450. ايه. ايش قد جاي وصلن؟ جاي وصلن 300. 350 وصل. ايه. 350 375 مواصلات هذا. وصلنا الى ابو علاو الذهب. يا اهلا وسهلا بك. شلونك؟ جايب لنا احكي لي. والله جايب هذا الافغاني من برا. ايه بس نش عليه ب 3.25. نشط يبين. حتى 250 ابيعه. 250 تبيعه؟ ايه. لك نزل الشيك حتى 200. والله حتى 250 ابيعه. خير ان شاء الله. مو عندي هذني هم اذا يفيدك كوك صابون. ايه. 35 كيلو. ليش؟ اي حتى 450. هذا اشتري ب 4.5. يلا ايش القصاب يشتري؟ كذا راح 15 بس بالمحل. في عيال ب 4.5 ابيعهم. اذن هذا هذا هو. اي ابيعهم ب 4.5 ابيعهم. يقول ابيعهم. يلا اعطي فلوس قدام الكاميرا. 500 غيري انا بايع لك شاب. ما تراجع والله. عمي كذا لحم ب 15. لا عمي ب 13 وربع. طيب ما علي انا ب 13 وش اسمه. طيب فلوس. هلا هلا شلونك عمري؟ على راسي. اجيكم ان شاء الله. ياكل الفقير. وسرمد الغالي شلونك عيني سرمد؟ سلمك عيونك عمري. سرمد اول مره يتلثم بالشراويه بس مني احتر الجو يلفها. اي هاي العراقيه شلون عملتها؟ شار عليها؟ شار عليها. جاي يعامل عليه بالثلاث اربع. جاي يعطيه 200 ما جاي يعطيه. انت جاي تدفع له 200؟ اي والله 200. وين هال 200؟ هاي ال 200. والله صدق محضر ال 200. ايه جاي يعطيه 200 ما جاي يعطيه. لعب ايش تدفع؟ مصلى ربع يا ولد يعطيه 200. لعب يقول لك مصلى ربع. يا حسين كل من بكيفه استاذ. كل من بكيفه. ايه طبعا كل من بكيفه. جوا الطليان وفوق العصفور. هذا البغدادي. ايه هو البغداد. بغداد عين. خير ان شاء الله. اي والله حد سرعه قبل ما تيجي حد سرعه البغداد. الان مودين البغداد. خير ان شاء الله. خير وابو جاسم تحياتنا لكم اثنينكم وعراس استمرار. الله يسلمك. شلون هاي يقول بالك من رمايه الدهر لو مال؟ مالك من رمايه الدهر لو مال؟ اي مراكب ما تعد له الوفق لو مال. اي انا لا عندي ولد لي لهيني ولا مال ولا خير يقول جبل علي. يا باه مركب بنص البحر لوحات قلب صار. مركب بنص البحر لوحات قلب صار ومكسور كسر الجميلة هل ما عليه إجبار. يعني هاي الجميلة ذا تنكسر. طبعا الجميلة متابعين الغزالة. الجميلة جملة من الغزلان العفو. إيه الآن كسرت تضيع تي. اي هذا مثل اللي يقول تشبه عريضة جميلة بالوطاه واللي ركبها من الزلم فاهم دليل يقطع فيويا الخلية همايبات دوك شد المعرقة وانحرب ليل وخوض خط المكلم بالثبات. ايه من يعرف المعرقة اليوم؟ لا المعرقة شلون ما يعرفونها؟ ابو جاسم يعرف هالمعرقة. احنا يقول له تيهنا الاول والتالي. انا خوض. ايه يقول له شورطك بالبحر. ايه انت بحر وما تعرف تسبح بيه. اويلي شورطك بالبحر. ايه شورطك بالبحر هل بيه منايا وحوت. ايه شورطك بالبحر هل بيه منايا وحوت خناصري للسفن مكسور سبع فتوت. يا باه يا باه يا باه كفو.
لا هاي سلمى هاي داخل حسن شو يقول بيها؟ يقول لمت بيك لمت الجم كان يا راحاي اي وبسبب كل حين كنت لجمن يا راحاي تاليها؟ تاليها الله عليها يا الله موفقين ان شاء الله بنيكم لمت تريد ادد سلام الاطباء اشرفوا على علاجي أيوة منهم بالله منهم أنا تحياتنا اولا لك واثنين الى الدكاتره اللي هم عالجوني اي منهم دكتور انور القيم اي والله ومنهم دكتور علاء حسن مصطفى نعم تحياتنا لهم واشكرهم واشكر كل كادر دياله وكل دكاتره دياله الطيبين الثالث ما ذكرته الثالث دكتور إيه؟ احمد الجبوري دكتور اسلام هذا بالتحرير وتحياتنا له على راسي واقول له الدكتور دكتور احمد إيه؟ اقول له دكتور احمد دكتور شلك بالقلم دكتور شلك بيه إيه؟ وغميد جرح القلب ياهو اللي يداويه غميد جرح القلب ياهو اللي يداويه ابو جاسم ياهو اللي يداويه هذا ما سمع يقول له دكتور جرح الاول يعوفه ايه جرح الجديد عيونك تشوف الله طبعا احنا نعضد على كلامك ومن خلالك اولا الاطباء البقيه تحياتنا لهم ولكن بالخصوص الدكتور انور القيم ايه حقيقه نادر مثال نادر بالضبط ايه من الاطباء ما له مثيل النوادر تريد اكرر لك حكي عنه كيفك والله احنا تحياتنا له ونتمنى ان يسود مثل هذا النموذج الراقي بعراقنا لان انا من خلال تجربه والبقيه لا يعني ما بيها مقصور ان شاء الله هو طبجها ويا هذا اللي طلع ايه يقول له دكتور هاي الدكتور انور القيم ايه تحياتنا إليه أي. يقول له طبيبي لا تجس نبضي شمالي طبيبي لا تجس نبضي طبيبي لا تجس نبضي شمالي أي. وبعد يمناي ما توصل شمالي يا دكتور أنا بعد يمناي ما توصل شمالي أنا كنت العذيبي شمالي وصير الشرجي وعلى العالم أذيان أي والله يدوخ الشرجي يدوخ يثول يثول وانا حاكيها له يما بالعياده حكيتها له ان شاء الله لمت بيك لمت الكم كان يا راحاي ايه بسبب كل حين تلجمن يا راحاي ايه دوري واطحني بجلاي يا راحاي انا الهيل الصبر وانت سريع الله ايه داخل حسن داخل داخل ايه تدري ايش اقول ارد على خالي ايه اقول له عودي يا ليال الفرح عودي ايه عودي يا ليال الفرح عودي وسمح ويا العمام وعدل عودي عودي انا شلي بالورق لو ما شلي بالورق لو ذبل عودي عودي بعزم الله الورق اعتاد لي الله حياك حياك ابو ياسر حيا حسن تحياتنا اليكم متابعي الكرام الاستاذ ابو احمد سلمك الله ويخليك ويحفظك انه يعزك معلومه اليوم ايه هل تعلم اول صوره فوتوغرافيه التقطت في فرنسا للعاصمه باريس عام 1838 وتعتبر اول صوره فوتوغرافيه هناك صارت حركه للناس لم يظهروا بالشاشه الا شخص واحد كان جلكم الله يلمع بالحذاء مالته فتاخر لان هي تستغرق 12 دقيقه يلا تجمع الضوء وتاخذ صوره هو الوحيد طلع بهذه الصورة الفوتوغرافية العالمية الشهيرة الله ممنون لك تحياتنا على رأسي مشاهدينا الأحبة وصلنا وياكم إلى نهاية مقطعنا لهذا اليوم اللي نتمنى أنه عجبكم إذا عجبكم اضغطوا لنا لايك وإذا ما عجبكم ديسلايك وتحياتي للجميع وشكرا للمصور العزيز الله على رأسي